أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في أولى تغطياتنا اليومية. هكون أنا مع حضراتكم بهيرة وليد. دعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب للانعقاد للنظر في تعديل وزاري يشمل حوالي 13 حقيبة وزارية اليوم السبت 13 من أغسطس في الساعة 12 ظهرا. فما هي أهم التوقعات بشأن هذه التغيرات، وما أهم الحقائب الوزارية المتوقع تغييرها؟ بيعقد مجلس النواب اليوم جلسة طارئة لمناقشة التعديل الوزاري المقدم من الحكومة لتغيير بعض الحقائب الوزارية، وده بعد دعوة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس بعد التشاور مع رئيس الوزراء مجلس الوزراء. وبالفعل أكدت مصادر حكومية لموقع صدى البلد على أن التعديل الوزاري المرتقب هيشمل عدد من الوزارات الخدمية والاقتصادية ما بين 11 إلى 13 حقيبة، من بينهم وزراء الصحة وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة والري والزراعة والأوقاف والتعليم والهجرة. وأيضا من المقرر أنه يتضمن التعديل الوزاري تعيين نواب ووزراء شباب لعدد من الوزارات. وأكدت المصادر أن اختيار الوزراء الجدد جاء لضخ دماء جديدة للحكومة للنهوض في بعض الملفات خاصة الاقتصادية، وأن الاختيار جاء أيضا لمن لديهم كفاءات والقدرة على إنجاز المهام الموكلة لهم. ونشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عبر صفحتها الشخصية صباح اليوم وقبل ساعات من انعقاد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة التعديل الوزاري، وكتبت فيه: يعطي مع الاختبار منفذ ويعطي مع المحنة التعزية، وفي كل الأحوال الشكر لضباط الكل على كل عطايا. وتابعت: الشكر لكل الأحباء والأصدقاء والزملاء، وحتى الذين لم أتشرف بمعرفتهم، على دعواتهم لي ولأسرتي ولابني الحبيب رامي، واثق في إلهي العادل والمنصف للصارخين إليه. وكملت: شكري وعظيم تقديري أيضا لدولتي وقيادتي السياسية، ليس فقط على مساندتهم لشخصي في هذه الظروف، ولكن أيضا لمنحي فرصة خدمة وطني على مدى 7 سنوات، كان شرفا عظيما سأظل أفتخر به طول عمري. واختتمت الوزيرة: دعواتكم لي ولرامي ودعواتي القلبية بكل خير وبركة لبلدي وأهلها. وتابعت هذا المنشور دعوة مجلس النواب لانعقاد جلسة طارئة اليوم السبت 13 من أغسطس الساعة 12 ظهرا لنظر أمر عاجل. وكانت التكهنات صباحا حول إجراء تعديل وزاري يتضمن بعض الحقائب الوزارية الهامة. وتعد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية هي الوزارة رقم 124 في تاريخ مصر، بعد أن كلف بها في 7 يونيو لعام 2018 بعد تقديم الدكتور شريف إسماعيل استقالته، وحلف اليمين في 14 يونيو لعام 2018 أمام رئيس الجمهورية في تغيير وزاري شمل عددا من الوزراء في هذا التوقيت. وشهدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال مدة عمل تزيد على 4 سنوات 4 تغييرات في الحقائب الوزارية لأسباب اضطرارية. مرة أخرى مشاهدينا الكرام، بيعقد مجلس النواب اليوم جلسة طارئة لمناقشة التعديل الوزاري المقدم من الحكومة لتغيير بعض الحقائب الوزارية، وده بعد دعوة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء. وبالفعل أكدت مصادر حكومية لموقع صدى البلد على أن التعديل الوزاري المرتقب هيشمل عدد من الوزارات الخدمية والاقتصادية ما بين 11 إلى 13 حقيبة، من بينهم وزراء الصحة وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة والري والزراعة والأوقاف والتعليم والهجرة. وأيضا من المقرر أنه يتضمن التعديل الوزاري تعيين نواب ووزراء شباب لعدد من الوزارات. وأكدت المصادر أن اختيار الوزراء الجدد جاء لضخ دماء جديدة للحكومة للنهوض في بعض الملفات خاصة الاقتصادية، وأن الاختيار جاء أيضا من لمن لديهم كفاءات
والقدرة على إنجاز المهام الموكلة لهم. ودي كانت أهم التوقعات بخصوص التعديل الوزاري الجديد المنتظر، وفي انتظار نتيجة الجلسة ومتابعين مع حضراتكم كل جديد. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وانتظرونا في هذه المتابعة المستمرة، وإلى اللقاء.